طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف العربي الشبراوي مدير مشروعك بمحافظه الشرقيه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه كلمنا عن المشروعات المتاحه نحن نقدم عليها عشان ناخد ليها قروض ونستثمر فيها ضمن مشروعك. والله يا فندم كل المشروعات متاحه، بس تكون الفكره عند المواطن صاحب الطلب اللي هو الشاب المتقدم او ايا كان، يعني في العمل الفرص العمريه من 21 ل 55 ايا كان وايا كانت درجه المؤهل بتاعه. المهم الفكره تكون عنده، لكن بالنسبه لنا كل المشروعات متاحه تمويلها ان شاء الله. اي فكره، اي مشروع. تمام. طب المطلوب ايه تحديدا؟ يعني هل لازم هذا الشخص مثلا يوفر دراسه جدوى، يوفر بيزنس بلان، يديك يعني قول لي عشان انا اعمل مشروع واخد منك تمويل، اعمل ايه يا فندم؟ هو الاساسيات بتاعتنا اللي بيكون عقد ايجار للمكان والسجل التجاري وبطاقه ضريبيه وبطاقه، ده الاربع ورقات اللي هم لازمين كاساس في اي مشروع. ايوه. لكن بالنسبه لدراسات الجدوى دي متوفره عن طريق وزاره التنميه المحليه، وموجود منه نسخ في المقررات في المشروعات سواء في المحافظه او في مراكز مجالس المدن اللي موجود فيها مقررات مشروعك على الفطار. ايوه، بس النسخ دي مش بتختلف، يعني الاسعار بتختلف والدنيا بتختلف بتختلف بالاسعار بالوقت الحالي، بس بتقارن بالاسعار، بس موجود نسخ استرشاديه لو هو عايز يعمل سواء بنفسه او عند محاسب قانوني بقى. ايوه. حسب طبيعه العمل. وطبعا لو كان المشروع متناهي الصغر ما بيحتاجش دراسه جدوى، بتكون على التمويل العادي. طب يعني عايزين حضرتك تغششنا كده، يعني ايه اكتر المشروعات اللي يمكن عليها اقبال في المحافظه؟ والله في الوقت الحالي مشروعات الموبايلات مثلا بسم الله ما شاء الله شغاله كويس، تجاره الاعلاف شغاله كويس جدا، الادوات المنزليه شغاله كويس جدا برضه. بتعمل ايه لما الحد من دول بيجي لك؟ يعني مجرد السجل والبطاقه بس وبتدي له التمويل وبتدي له بعد كده هو؟ لا لا لا، هو واحنا بس مجرد ما يجيب الاساسيات دي بنبدا نعمل له حاجه اسمها ترخيص مؤقت للمكان بتاعه لمده 5 سنوات اللي هو يغطي فتره القرض بتاعه، وبعدين التمويل ده بيطلع من البنوك العامله اللي هي مشاركه معانا في منظومه مشروعك على مستوى الجمهوريه، سواء البنك الاهلي او بنك مصر او بنك الزراعي، البنك القاهره، بنك اسكندريه، اسكان والتعمير، دول كلهم بنوك مشاركه بنفس السيستم اللي شغال عليه كل المشروعات. هل في حاجه عندكم مثلا يا فندم بتساعدوا بيها الشباب من خلال مثلا دراسه الجدوى بتساعدوهم؟ طبعا دراسه الجدوى موجوده لاي مشروع واي حد، كل اللي فيها بس ان الشاب بيجي المقرات، احنا موفرين مقر الوزاره ومعالي الوزير المحافظ، موفرين في كل مجلس مدينه على مستوى المحافظه مقر المشروع عشان ما هو بعيد، وكمان عاملين موثقين في الوحدات المحليه اللي هي اقرب مكان للعميل، يروح وبيلاقي كل الدعم وكل المساعده من موجوده من الافراد اللي في المقرات يعني. طب الناس يمكن تخاف من قصه القروض، تقول لك يا عم طب انا ايه اللي يخليني اخش في قرض وادفع ما مش عارف ايه؟ والله يا استاذ مصطفى في، بس احنا النهارده لما نوصل 17900 مشروع ومعنى كده ان في اقبال، والنهارده ان انا ابعد ان انا ما ادورش على وظيفه، وبامانه يعني كراي شخصي كمان ان هو التعامل انا كصاحب مشروع احسن لي 100 مره من ان اكون موظف عند حد. طب بامانه بما انك قلت بامانه، تمام، كم واحد نجح وكم واحد فشل؟ النسبه كام لكام؟ بامانه أنا النهارده إلى الآن لم أسجل أي فشل في منظومة مشروعك الشرعي. طب الحمد لله. بفضل الله رب العالمين، وكمان بيحصل متابعة مننا، يعني أنا شخصيا بنزل المقرات وبنزل كمان للمشروعات على الأرض، وبيجي لي بزيارات من وزارة المال المحلية كمان، وبرضه بننزل وبفضل الله ما فيش حد يعني حتى لو كان في تعثر بيكون فترة صغيرة وبيرجع يشد حلو. طيب وقت الحصول يا فندم على القرض يعني الوقت ده من الحصول عليه لتنفيذه وإنجازه بياخد وقت قد إيه؟ هو تقريبا شهر من بداية التقديم لحد الصرف. حلو جدا. هي بقى لكم قد ايه شغالين؟ بقالنا من شهر 5 2015. 2015 دي فتره كبيره، احنا بنتكلم في 7 سنين. تمام. وصلتوا للنسبه اللي عايزين توصلوا لها لغايه دلوقتي ولا لسه؟ بفضل الله تمام، ومتقدمين كمان على النسبه اللي احنا عايزينها، يعني بفضل الله احنا ننتظر ان احنا في نهايه 22 ان شاء الله نكون وصلنا ل 3 مليار ان شاء الله بامر الله. قول لي الاطراف الحكوميه المشاركه معاك مين ومين ومين؟ والله كل الجهات الحكوميه مشاركه، بس احنا حاليا وزاره التنميه المحليه والبروتوكول اصلا بيننا وبين قطاع المصارف اللي هو البنوك العامله في مشروع. لكن كله بقى الجامعه بتوفر دراسات جدوى، جلسه بنيه المشروعات بتوفر برضه تدريب لبعض الناس اللي هم مش عارفين اصلا اي يعني مشروع، فبيروحوا ياخدوا دورات تدريبيه وبيرجعوا لنا تاني. طيب لو حد عايز يتواصل مع حضراتكم عشان يستفسر عن اي حاجه بيعمل تحت ايه؟ تحت امر اي حد، انا بالنسبه لتليفوني موجود عند الكل،
وبعدين في مقر في كل مجلس مدينه داخل محافظه الشرقيه، كل مجلس مدينه في مقر لمشروعك وفي ناس مدربين وقاعدين جاهزين مستنيين. أيوة. وتليفوني موجود عند حضرتك، يقدر اي حد يتواصل معايا. ابرز قصص النجاح كانت عامله ازاي؟ والله ابرز قصص نجاح لبعض الشباب انا شخصيا تابعتهم، كان بدا ب 35,000 كقرض كده مبدئي، والنهارده بسم الله ما شاء الله اخر قرض حصل عليه السنه اللي فاتت 2,500,000، بيتاجر في قطع غيار الموتوسيكلات والحاجات. دي اللي اكتر حاجه شغاله يمكن في الشرقيه، الموتوسيكلات طبعا. طبعا. ايوه. وهل في اعمار محدده ولا الكلام لا من 21 ل 55 كله شغال. ل 55 حضرتك قلتها. بشرط انه يكون ماشي عنها الخدمه العسكريه او في معاهده من الاستقلال دايما يعني. هايل، يعني احنا بنتمنى اكيد التوفيق لكل الراغبين والمتقدمين للحصول على خلينا نقول مساعدات من الحكومه وقروض لاجل طبعا ان هم يعملوا مشاريع يفيدوا بيها البلد واكيد هم كمان ينجحوا فيها اكتر. وكمان دي يا فندم مساعده من الحكومه، يعني ده من القياده السياسيه اللي عملت المبادره دي. صحيح. وهو دعم للشباب. اكيد كلها مشروعات صغيره ومتوسطه، يعني هل كلها صغيره ومتناهيه الصغر. هل احنا يعني الصناعات الكبرى بقى في حاجه اسمها الصناعات المغذيه، هل احنا اشتغلنا على ده ولا بس؟ انا برضو بزعل من حاجه يا استاذ عربي، ان انا عندي منظومه صناعيه كبيره وضخمه وبتحتاج لتوفير، احنا برضو لسه بنشتغل في الحاجات اللي زي ما بيقولوا عليها الحاجات الاستهلاكيه. اكمل بس جملتي والنبي، حاجات الاستهلاكيه، يعني احنا بنخش في الحاجات الاستهلاكيه بدل ما انا عندي، انا كده كده بدي قرض وكده كده عامل بيزنس بلان وعامل دراسه جدوى للشباب دي، طب انا ليه ما اشتغلش على الصناعات المغذيه للصناعات الكبرى بدل الصناعات الاستهلاكيه زي ما بيقولوا؟ اتفضل. احنا بالنسبه لنا كجهات اداريه احنا بالنسبه هنساعد اي حد، بس الفكره بتكون لكن في جهات ثانيه بتشتغل على الحاجات اللي معاليك بتتكلم عليها دي، في سواء جهاز تنميه المشروعات او ادارات الاستثمار اللي موجوده في برضه في المحافظات او في الوزاره، وبيشتغلوا على الحاجات دي كويس جدا وما شاء الله شغالين يعني. ايوه. هايل. ايوه. تمام. كل الشكر ليك الاستاذ العربي الشبراوي مدير مشروعك بمحافظه الشرقيه، شكرا ليك. شكرا جزيلا يا فندم.